بسم الله الرحمن الرحيم هو أنا سلطان بيل عمر دادة سلطان كي بيلها داروب أنا قدومي هي دقن كصوماليات وحن صلان أدرها يا أمضى صوماليات ملي تشوك تبع وحن ما انتكى الله يا ورر بريهان ميديها دحيا لي او ان روح بنين ان حدين له اي كسو يري مدحوينها جمهورية فدرالك الصوماليات حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود وهو ها افرتي سنه هر مدحوينها ودلك كاها مامور قوريد يضا مدحوينه صوديسي هو يضا فدرالك بطلان ما انا انتو ذكروها وهو ها نلو يغانا انو فدرالك وهي ليو صوديسي وناتيو بوها هذا ورك كسو يري وها يهي مد ويك انو سن مدحويني مرسد حاس سو نغونين اي دلكي دبو دغه هيو بابين هيا او ان هورمارك سومااليا اي مستقبل كيدا قروخ كو اهين ما دام افكي زي كسو يدي انو يري هويدي فدرالك او بوتولانا او فدرالك دستي دولد فدرالك دستي او تصور كدستي او مركان دولة شرينين هجانك سوى هيدو عانو صوماليا عانكا هيدا سي بابلغة من هو ينو ينو ايدي اكسلو يلو بلان باب بربورة يسوى اري نحدين له او ان وروح بناي وعن لي حسن شيخ اري قاس حسن شيخ بكو كوبين هاي بيشي سحطة لما قبطو سيرا درادد حسن وعن كل إيرقاس أبولو شاي سكبحي وحلو قوية غانينا ماان هذا الملح ويننا ما هم بان كليها إتاسي وإنتا وعن ليها بطلان ومامولك شاني لباتنك سنتشرو فدرال كان ديسي ومامولك أيضاً وحبتشرين ديسي إنو صوماليا هقان كان نغضو وهو في رسانة إسا هقانو يهي راس عصير إلى أي بلد حاو إلى راس كمبوني إلى أي سي سي دتك كونو لو رمبا بوتولان في سنة إسا إلى دتك ومضى إنت اللي بوتولان وبربورة إسا وحي لمت هاي صومالي هكا لا تكتو وبابا ضيم إلى لم يدوي حسن شيخ وحا نشي إلى إلى غاسو ساسو كا لم يدي هاي أبو الله سيسكب شعب كريم بوتولان وحا لايا شعب كريم بوتولان ميركا سو تشوكتان إلى إتان شيء آدي دقيستة أدين كو أدرينا هيا ومدى الصوماليات وتبادين شدين ما أنت بتبادل ومدى الصوماليات وحي كوتش دا قعنتا سعيداني بي كوتش سعيداني عيدك سو حمانو غبتا عيدك سو رالي كاهين سعيداني دلك بتبادل سدراد ديس سعيداني وإن دبلو يوسو عليا حكمك أو لسيا سدح هذا صنو صو صوت إنه دلك مامله سدلك أبد بعده إنت سامح لي هاي خلاص دور تسعدني سو في شلا أو دلك دلك بد بعده سا ما أوسو تشيدنا يا وما دري بدلنا شعب كصومالي نيلو تشوغا بوحان لي هاي وين أتكوتا غيرتان بد بعده دلك وهي كل شيء ده قاعد تسعدني عيار عيار رمان وعن وركي كوسو كوبايا آدي 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 آد بوحان وان بلينا يا سعيدني ما هو فوكي ساري بدبالة بطلان يسوها الله يسوها ربت بالي مركي اللي يربط بها ما بربورة حسن شغير ما يحوينه سعود دي رس هرشي سي واكوها مليانينا وحيا نقطها مرياسي بدبالة دلك يتعان كله وحان لا هاي خير الكلام ما غلا ودلا هذا لكم متك يركا وابشرتك ها أفكو مدى صوماليات بانكو الله يا أفكر نبدا تشغال بانكو الله يا afka badbaadada dalka aan ku hadlayaa suldaankii dhaqanka Soomaalida gudoonka u ahaanay suldaankii beelaha daarood baanay waxaan ku hadlayaa hadal wafishala oo balaaran oo ah badbaadada dalkeena baan ku hadlayaa waan midan ku hadlo taas gacanta saciidani meel ku jidha hal wada taageero qaatum aan ka hadlayaa eegay hadeeg qaatum waa maamul Soomaaliyeed oo la xaqiray صدح قبل ويه ما لا دبولي كرو ما لا حاجيني كرو تاريخ قونا فق
بيليهن وعلنك الصومال هج أزوه الجم تشيلو دراوش تهوي قاتموا وين للتاجرة وين للنساء سعيدين وحن ليهاي ونكون دورنا قاتموا وين على النساء وبلو ذا برسوا حصلات دي إن ما ملقوبلين ضغطه وميدي بيها بكي ساكتة إلا غلط الشرع يو كلا أنا ما تشد سعيدين يو قاتموا أيضا كاسوا إن إن نغطه ما ملقوبلين التاجن أو صوماليات وعلى مصبحي دقالك الصومالي لان اي كوغاد دي الحكم كاغو وكوغاد دي الاسعانوت مدح بناني دي الصومالي لان لويه اللي ما يحبه دميسا شالي نيكي مدح بناني الصومالي دي كوغاد وغيوانا الصومالي لان مركز سيلان يتشوغي وحيو اكي دولة ديسميسا وامن جيدة يسرع جيدة يغروح دب اوكي لكن ما انتي مركي ويررتي الاسعانوت مركي ويررتي قد بيرسي مركي روحي نغطي وحيو اكاتي ما امر ضدعونا وان ترن لهاي وما دليسي سيلا درادت وحان كلي هاي علن كالصومالي هو مقدس هدين ما امر كسقين وهي صومالي لان صومالي هدين على هلق صحراه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دولة دبلان waxaan oran karaa madaxweynaha maanta jooga dawladda Puntland meel buu soo gaarsiyay la yaqaano ay taariikhdu qorayso wuxuu u sameeyay dhalinyaradii reer Puntland wax la yiraahdo yididiilo iyo hadal laba kuray hankooda oo kor u kaca in ku dhaw 20,000 oo dhalinyarada hadda doorashada maalintii dimuqraatiyiinta ah isudu waan gelisay oo doonaya inay ku soo baxaan golayaasha deegaanka waxa loo oran karaa waa taariikh cad oo lagu yiran karo oo jilba jil uu ka dhaxli karo waa wax maanta la ilaashan karo oo aan qofka ku yacni ku degdega inuu burburiyo ama arinta uu ka hor yimaada waa qof la dagaalamaya mustaqbalka dhalinyarada reer Puntland waxaan kaloo leenahay madaxweynaha hadda jooga Dani wuxuu ku mahadsan yahay oo aan uga mahadnaqaynaa mowqifkii caddaa ee uu ka qaatay siyaasadda gobollada ACC isagoo aan waxba ka agran haddana uu yidhi dadkaasi way u madax bannaayihiin mustaqbalkooda iyo aayahooda hadday maamul samaysanayaan hadday Puntland ku biirayaan hadday federaalka ku biirayaan dadka aayahooda cid farafarayn karto taaban karta oo aanu ugu dulqaadanaynaa ma jirto hadalkaasna waxaan leeyahay madaxweynaha taariikh buu u noqday sumad mustaqbalka aan ka hadhin oo cad bay arrintaasina noqotay waxaan leeyahay dhalinyarada reer Puntland warnimada waxaa jira inqilaabo fara badan waddanka idinka iska leh waddan kale oo ahelaysaan ma jirto haddii la idinka burburiyo dowladda maanta jirta dowlad kale oo ciyaar ay ku helaysaan ma jirto mustaqbalkeenu doorashadaasu ku jiraa waa in hareeraha la iska taagaa electionka ama doorashada bisha May 25-keeda dhacaysa sidii ay ku guuleysan lahayd arrinta macnaheedu waxa weeye waa furaha mustaqbalka da'yarta reer Puntland oo dhan dadweynahana guud ahaan waxaan ku baraarujinayaa anigu intii dowladda xasan sheekh jirtay dhagaro fara badan baa Puntland ka fakatay dhagaro fara badan oo dowladda xasan sheekh uu soo maleegtay oo xasan sheekh laftigiisu cid kale uma soo maleegin cid kale lagu eedayn maayo madaxweynaha laftigiisa baa dhagaraha soo maleegay waxaa ka mid ah labadii dhagarooda kala dambeeyey ee boosaaso oo uu labadaba doonayay dowladnimada Puntland inuu xididada ugu saaro dadka reer Puntlandna meel bacda taajiyo oo uu dowlad la'aan ka dhigo waxaa ka mid ahayd arrintii meesha la yidhaahdo Garoowe soo dhex markii uu soo dhex maray wasiirka maaliyadda oo uu damcay halkaa in dagaal ka bilaabmo waxaasoo dhan inqilaab bay ahaayeen dadka reer Puntland loogu talagalay in mataqaana dowladnimadooda iyo qaranimada ay maanta haystaan iyo mustaqbalka iyo fafaalaha ay maanta haystaan la doonayay in lagu qulbaagadiyo oo haddii laba ku rooyahay madaxooda misha loogu rogo waxaan leeyahay warnimo yahow 66-kii maanta dhalinyarada da'yarta reer Puntland hadii 66-kii dib loogu celiyo Puntland way burburaysaa jiri mayso
maanta jiritaanka dadka reer Puntland iyo mustaqbalka dhalinyarada kuwa waxbaranaya dugsiyada sare ee jaamacadaha ganacsatada lamaan mustaqbalkoodu wuxuu ku jiraa iyo aayahoodu in uu foodkaasi si nabadgelyo ah ku dhaco nina waraha ka biqin madaxweynaha madaxweynuhu waa shaqsi nasiib buu leeyahay ururkiisu waana soo bixi karaa waana hari karaa laakiin arrinta muhiimka waxa weeye doorashada in la galo oo ay xisbiyadu hirgalaan nidaamkan dimuqraatiyaantiihiina uu sidaa kaga hirgalo meesha la yidhaahdo taasina waa